شاهد على تطور كبير في عالم كره القدم. ادي امامنا فرصه اتلعبت ذكيه تكتيكيه مع الضربه الركنيه، لكن تاني محاوله والقائم ولسه والهدف، الهدف الهدف الاول، المتابعه الهجوميه ولسه بنتكلم عنه ولسه بنقول البرج هنا امامنا. عمر بسام يبحث عن اول اهدافه مع اول مبارياته بقميص فريق نادي انبي، وينجح بالمتابعه الهجوميه الايجابيه في احراز الهدف الاول، لكن من الاول الركنيه اتلعبت تكتيكيه ذكيه على القائم البعيد، والتسديده من مره واحده اتردت من الدفاع، والسكند بول لقاها محمد بسوني اللي كان متالق في الشوط الاول وبيكمل التالق في الشوط الثاني، يسدد الكوره تعمل الديفليكشن تروح في القائم وترد، والمتابعه بقى الهجوميه من البرج هنا امامنا. عمر بسام اللي كان ما اخطاش في اختياره سواء كان بوجوده معاه في تشكيله نادي سموحه السكندري او حتى جلبه طبعا ووجوده هنا في تشكيله فريق نادي انبي الكابتن علي ماهر، واختياره حتى على حساب لاعب تقيل حال اودي مارشال هداف انبي في هذا الموسم. ادي كوره والتسديده والسكند بول اللي لقاها محمد بسوني يسددها، حاول عليها بتراي عالي الجوده الحقيقه الحارس محمد ابو النجا، لكن المتابعه الدفاعيه كانت في الطرف الشمال ولكن ما كانش فيها التحكم الكافي. ادي امامنا البينيه محاوله وتعدي خطيره، كوره فرصه امامنا، شمس بيكلي يسند لبره ودي تسديده، ولد يا ولد يا ولد يا ولد حميد ماوي ولع المباراه يخليها من اشتعال على ارض الملعب، وكلمه السر في شمس بيكلي اللي هدي على كورته وعمل الاسيست الاستثنائي والخيالي، بص لبره ورفع عينه وحط الكره لحميد ماوي اللي ما يهزرش وما يرحمش، يسدد ويوجع شباك الحارس عمرو حسام، يولع المباراه مع الدقيقه 89 ويحط الهدف الاول وهدف التعادل في الدقيقه 89 امامنا هنا حميد ماو اللاعب التنزاني الخطير الخطير اللي يسهل حاجات كتير، لكن البدايه مع البينيه وسانت كوريه كلمه من كلمات السر اللي موجوده في تشكيله فريق نادي بتروجيت، اتحطت العرضيه والمتابعه ولا اهدى ولا ارسى، شوف لاعب راسي وتقيل ما تسرعش في الكوره، خد المدافع في ظهره وتقل على كورته ورفع عينه وبص وشايف اللي جاي من الخلف واللي لوحده وبدون رقابه حميد ماو، سند له الكوره وماو ما بيهزرش وما بيرحمش في المواقف دي، بيسدد وبيخلص حميد ماو اللاعب التنزاني هنا امامنا هدف التعادل، وقلنا هدف دلوقتي هيولع المباراه وهيمددها على فاعل. ادي امامنا الكوره واحده والثانيه بشكل حلو قوي والسقوط امامنا وركله جزاء، ركله جزاء في هذه اللحظات يحتسبها حكم اللقاء مع الانطلاقه من عبد الرحمن السويسي اللي استلم كورته واحده والثانيه اتلعبت تكتيكيه ذكيه واتضرب فيها دفاع فريق نادي انبي بشكل غريب الحقيقه، التحرك بشكل اكثر من رائع من السويسي وخد كورته واحده والثانيه ما بينه وما بين شملي سبيكلي وركب المدافع الخطا مع العرقله اللي موجوده داخل منطقه الجزاء ما بينه وما بين رامي صبري. هنشوف امامنا تاني الاعاده، ادي الكوره والتحرك والعرقله اللي موجوده اعتقد فيها كلام، هل بقى العرقله من بره ولا على الخط؟ لو على الخط تبقى طبعا الخط جزء من منطقه الجزاء، اذا كلام سليم. العرقله من احمد عبد العزيز والسقوط من جانب هنا امامنا اللاعب كان عبد الرحمن السويسي، وعلى اثر السقوط حكم اللقاء وليد عبد العزيز يحتسب ركله الجزاء في هذه اللحظات. بتروجيت يعود، ولو تفتكروا لما اتكلمت في بدايه الشوط الثاني وفي ختام الشوط الاول وقلت الارقام تحليليا، قعدنا وشفنا تحليل الارقام بالنسبه للاهداف ومعدل التهديف لبتروجيت وانبي، قلنا انبي اقل في معدل التهديف في الشوط الثاني وبتروجيت افضل في معدل التهديف في الشوط الثاني، ومن ثم استمراريه الشوط الثالث والرابع هي استمراريه للشوط الثاني او مع تمديد المباراه. ادي امامنا التحدي الفردي حميد ماو ما بينه وما بين عمرو حسام، ادي ماو يا ماو يا ماو يا ماو يسدد ويسجل، يوجع للمره الثانيه شباك الحارس عمرو حسام ويحط هدفه الثاني في هذه المباراه والهدف الثاني لفريق نادي بتروجيت، الافضليه بتروليه للشقيق الاصغر النهارده على ارض الملعب في هذا الديربي البترولي اللي ما بيهزرش وما بيرحمش، العوده في الدقيقه 89 مع ختام الشوط الثاني حميد ماو بصناعه شملي سبيكلي، وهذه المره ركله الجزاء اللي بتنفذ مع الدقيقه 95 يسجل من خلالها اللاعب امامنا كان حميد ماو الهدف الثاني، وحتى الان هدف تذكره العبور لنصف النهائي. ادي امامنا الكوره والعرقله اللي كانت موجوده من احمد عبد العزيز للبديل اللي كان موجود في احداث الشوط الثاني السويسي عبد الرحمن، وركله الجزاء اللي انجز من خلالها حميد ماو هدفه الثاني النهارده والهدف الثاني لفريق نادي بتروجيت. الكامباك العوده، ادي امامنا التعليمات مؤمن سليمان اللي كنا بنتكلم عنه في الشوط الثاني.